كابتن ابراهيم عادل مصطفى عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة. ازيك يا كابتن؟ كابتن ابراهيم، مساء الخير على حضرتك. مساء النور، اخبارك ايه؟ كل سنة وانت طيب. وحضرتك طيب والساده المشاهدين بخير، وان شاء الله يا رب تبقى كده سنه سعيده جميله علينا كلنا باذن الله. ان شاء الله يا رب كده. عايزين نعرف كده يعني الاجراءات استضافة البطولة الافريقية، الموضوع ماشي ازاي دلوقتي؟ والله احنا ان شاء الله البطوله هتكون في صاله برج العرب من يوم 14/3 اعتقد، ثاني يوم رمضان لغايه يوم 24/3. احنا تمام. الحمد لله عملنا كذا ميتنج مع الاتحاد الدولي وانهينا خلاص برنامج البطوله ونزل على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي، والنهارده كان اول يوم في فتح السيستم بتاع تسجيل البطولتين. ده بالنسبه للاجراءات مع الاتحاد الدولي، يعني انهيناها خلاص كلها الحمد لله، وقعنا العقود. بدانا ان احنا نعمل حجز الفنادق ان شاء الله اللي هتقيم فيها الفرق الاجنبيه او المنتخب المصري. يعني تقريبا اكثر من 80% من الاجراءات الاداريه واللوجستيه بتاعت البطوله يعني نهيناها الحمد لله. تمام. هنتكلم بقى على المستوى الفني، توقعات طبعا لمشاركه منتخبنا وسواء في الحر او في الروماني، والعدد المتوقع ان شاء الله للتاهل باذن الله. يعني احنا ان شاء الله عندنا طبعا لعيبه اهل في الروماني خلاص، عبد اللطيف منيع مظبوط بطوله العالم. وان شاء الله بطوله العالم، وان شاء الله يعني احنا ربنا يكرم في حدود 10 لعيبه ولاعبات يتأهلوا إن شاء الله من خلال البطولة الأفريقية المؤهلة بإذن الله. بإذن الله. يعني شفنا خطة المعسكرات وخطة المشاركات الدولية اللي بعد البطولة الأفريقية إن شاء الله وبعد التأهل، حاجة محترمة وحاجة جميلة وبطولات قوية، يعني مفيش بقى حجة للعيبة. لا لا إن شاء مفيش الله حجة. وإن شاء الله. لا لا ودايما إن شاء الله كلها يعني حاطة نقطة عيونها إنها إن شاء الله تعمل حاجة تشرف البلد، لانهم شايفين ان خلال السنين اللي فاتت معسكرات كتير جدا ووصولات كتير جدا ومفيش حاجه تتاخر عليهم في حاجه، فهم ان شاء الله يعني ان شاء الله هيبذلوا قصارى جهدهم باذن الله نتاهل باكبر عدد باذن الله. احنا دايما في المصارعه بنبقى حاطين امل، دايما في المصارعه يعني من الالعاب اللي احنا او الشارع الرياضي المصري دايما بيعول عليها الكثير بصراحه في اي دوره اولمبيه بتاريخ المصارعه طبعا وبابطالنا اللي موجودين دلوقتي. فتوقعك ان شاء الله في باريس ايه؟ هنسمع السلام الوطني يا كابتن ابراهيم؟ والله يعني يا رب يا رب كده نسمع السلام الوطني. وان شاء الله لو ما فيش نصيب ان شاء الله هنشوف يعني لعبتنا على البوديوم باذن الله. باذن الله. بشكرك جدا كابتن ابراهيم عادل مصطفى عضو مجلس اداره اتحاد المصارعه.